قلتي ايه؟ قلت ان انت لسه صغيره قوي يا جود عشان تعملي برنامج في في التلفزيون. ما هي دي الفكره اللي انا عاوزه اعمل عشانها البرنامج اصلا. فكره ايه بس انت هتجننيني؟ انه انتوا دايما بتبصوا على اننا عيال. طب ما انتوا فعلا عيال. عيال اه بس بنفهم، يعني والله بنفهم، يعني ممكن يبقى ما عندناش خبره زي الكبار اكيد يعني. ايوه بس بنفهم والله العظيم بنفهم. خلاص خلاص يا جود هدي اعصابك ما تتعصبيش. طيب لو هفترض معاكي حتى يعني لو 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 يعني ان انت فعلا ممكن تعملي برنامج في التلفزيون، حبيبتي تقدري تقولي لي مين هيتفرج عليكي؟ يا جود انت ما حدش عارفك. مين قال لك ان انا مش معروف؟ يعني انت عندك جمهور؟ مين؟ عندي صحابي في المدرسة وده هنا. يا روحي هم دول جمهورك. اه ما انا هبدأ في دول، وبعدين لو ان شاء الله البرنامج ينجح وكده انا ان شاء الله ابقى نجمة كبيرة قوي، ان شاء الله جمهوري هيكبر. فبس انت عارفة ان انت بدأت تقنعيني؟ يعني هتخلي سويلم يعمل لي البرنامج؟ لا انا هخلي سويلم يعمل لك فيلم. ايه رأيك لو تمثلي؟ تصدقي فكرة؟